مرحبا مشاهدينا الأكارم، ما بين حل قريب وآخر بعيد المدى. مرر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ما بجعبته من حديث الحكومة الاتحادية بعد الأزمة المالية التي وصفت بالخانقة للموظفين في الإقليم لعدم تسديدهم الرواتب، بينما جرى التأكيد على ضرورة إيجاد حل للمشاكل العالقة وفقا للدستور والقانون. هذه الأزمة ليست وليدة الصدفة، بل إنها تتجدد بين فترة وأخرى، ويبدو أنها عصية حتى الآن على الاتفاق السياسي الذي أفضى بنهايته إلى تشكيل الحكومة الحالية. وما بين هذه المعطيات نسأل عن جوهر المشكلة، ولماذا يغيب الحل عنها دائما في ظل أجواء توصف بالمتشنجة؟ هل عجز الدستور عن حل هذه المعضلة، أم أن الخلاف السياسي فرض نفسه على الخلاف الاقتصادي؟ ما هي الحلول المتاحة وفقا للقانون بما يضمن الحق لجميع مكونات العراق؟ أسئلة كثيرة نناقشها هنا مع ضيوفنا في لعبة الكراسي لهذا اليوم، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. جديد حياكم الله مشاهدينا الأكارم، نرحب وإياكم بضيوفي لهذه الحلقة. شيخ محمد صيهود نائب عن دولة القانون. سيد صيهود مرحبا بك، ضيف عزيز. وأيضا بعد التحية بالسيد النائب نرحب بالسيد شيروان دوبرداني نائب عن حزب الديمقراطي الكردستاني. سيد دوبرداني مرحبا بك، أجدد بك التحية والترحيب. شيخ الصيهود ضيف عزيز، ليش رجع الخلاف بين المركز والإقليم على رواتب الموظفين، وخصوصا بهذا التوقيت أكو غاية خلف رجوع هذه المشكلة إلى الساحة نربطها مع التوقيت لو شنو؟ تفضل سيادة النائب. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم، تحية لك ولضيفك الكريم وإلى مشاهدي قناتكم الأكارم. يعني لا شك أنه المشاكل الموجودة بين الإقليم وبين المركز قديمة جديدة، ولكن الفرق بين الأمس وبين اليوم أنه ربما أكثر تفاهما بين الحكومتين، وتوجد خطوط للتفاهم وحل المشاكل. جيد. المشاكل هي نفسها اللي قائمة، واللي بعض الأحيان تصل إلى حد الخلافات، وهذا الجدل موجود سواء كان من على اعتبار أنه النظام الجديد اليوم هو النظام الفيدرالي، وإحنا متعودين على نظام مركزي المركزية، ما متعودين على النظام المركزي، فهالتداخل الجديد في الصلاحيات سبب مشكلة. الفهم في هذا الموضوع هو الآخر سبب لنا مشكلة، وإلا لو نتمسك بالدستور ونتمسك بالقوانين يمكن الموضوع قابل للحل والحلول موجودة. أولاً أن الدستور العراقي يقول أن العراقيين متساويين في الحقوق والواجبات، وطالما أن إقليم كردستان هو جزء من العراق فما يسري على العراقيين جميعا من عرب يسري على الكرد في إقليم كردستان. هذه نقطة أساسية. اثنين، أن الدستور يقول أن النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي وهم متساوين جميعا في هذه الحقوق. فإذا ما تم التعامل بهذين المادتين كأساس لحل المشاكل، أنا أعتقد أنه نخرج من الأزمات إلى الحلول. كل واحد راح يعرف وضعه من هذا. مثلا المشكلة القائمة اليوم هي رواتب الموظفين. ليش قائمة رواتب الموظفين؟ أنه إحنا لحد الآن الحكومة أقصد بالاتحادية أنه ما تعرف شقد عدد الموظفين وطريقة صرف الرواتب، وربما حتى سلم الرواتب يختلف في الإقليم عن المركز. وبالنتيجة أنه الآن اللي مطروح على الساحة أن الموظفين إقليم كردستان ممكن أن يكونون حالهم حال الموظفين العراقيين، وتنتهي المشكلة. تتضمن الموازنة هذه الفقرة، وإن الموظف يستلم راتبه شلون الموظف العراقي يستلم راتبه كذلك يستلم راتبه. يعني مو بالضرورة أنه يا أبا أنت شقد عندك في الإقليم، أنا عندي مليون موظف،
ايش قد فلوسهم كذا هاك يعني، مو بهالطريقه. هذه الطريقه هي اللي صار في سنه من السنوات جرد لموظفي اقليم كردستان او اتذكر يعني من حسب تصوري تم ارسال اعداد وقوائم لي يعني عدد موظفي اقليم كردستان مو بطريقه الجريد. ها يعني احنا عندنا مثلا 1,000,000 موظف في الاقليم، ايش قد فلوسهم هل قد تعطيني اياهم؟ مو هالطريقه هذه. يعني احنا تصير الان مثلا هسه موظفي البصره، موظفي الناصريه، موظفين بغداد، الطريقه اللي يقاضون بها الراتب. يعني قل لنا ابو بغداد مثلا انا عندي هالقد موظفين، نقول لها هاي فلوس لو كل دائره تعرف موظفيها ويستلمون رواتبهم ويروح يستلم. فاذا نفس الطريقه اللي يستلم بها الموظفين في باقي مناطق العراق ممكن ان تكون في الاقليم ايضا موجود ودره ورواتب، وكل موظف يروح يستلم و المالية انطرات. هذه تنحل هذه الموضوع بهذه الطريقة. طيب لكن احنا عندنا دائما نقول انه اقليم كردستان هذه النسبة ايضا مختلفين عليها، لهم نسبة ولهم رواتب موظفين، يقابلها انه الاقليم يسلم النفط للحكومة العراقية، واردات النفط توضع في صندوق عائديته وتتصرف فيه الحكومة. هذني النقاط إذا ما طبقت تصبح الأمور كلها سهلة وممكن أن تنحلها، وأكو رغبة حقيقية من الطرفين سواء كانت من حكومة الاتحادية أو من حكومة إقليم. وخير دليل على ذلك الزيارة مؤخرا أنه الجميع يبحث عن حلول، سيما وأنه رئيس الحكومة يختلف كثيرا في عن الباقين أنه هو يريد حل لهذه المشاكل ويتعامل مع الإقليم مثل ما يتعامل مع باقي محافظات العراق، ويتعامل مع الكرد مثل ما يتعامل مع العرب. الشيخ احنا خليه لا ننسى فيما يخص الزيارة الأخيرة، يعني خلال هالثمان تسعة أشهر زار بغداد يعني وفود من إقليم كردستان زادوا عن العشرة 15 زيارة، ورئيس الوزراء أيضا زار الإقليم أكثر من مرة. بالضبط. تتصور أنه هذه الزيارة خلص هي الحاسمة وتحلحل كل هذه الإشكالات؟ أنا أعتقد هذا اللي فهمته من حديثك. أعتقد أن المهم أن نتزاور ونتحاور ونتفاهم، والأكثر من هذا أن الثقة يجب أن تكون موجودة بين الطرفين، لأنه إذا تنعدم الثقة فبالتأكيد أنا أخشاك وأنت تخشاني. الآن نحس إحنا أنه أكو ثقة متبادلة وأكو رغبة للتفاهم في حل المشاكل سواء كانت من قبل رئيس الحكومة الاتحادي أو رئيس حكومة الإقليم، أنه هناك تفاهم وهناك رغبة في حل هذه المشاكل. ولكن هذه المشاكل يعني الرغبة في حلها ضمن إطار الدستور وضمن إطار القوانين العراقية. شيخ في بداية حديثك ذكرت موضوع الدستور، البعض يشخص أنه إشكالات المركز والإقليم واحدة من أهم أسباب هذه الإشكالات هي الدستور، إنه الدستور غير واضح فيما يخص علاقة المركز والإقليم، مسألة تنظيم العلاقة، التابع والمتبوع ما بين المركز والإقليم، هذه مو المفروض تحلحل، بالتالي راح تذوب وتسوف باقي المشكلات. الدستور واضح. إيه؟ نعم أنه أكو مشاكل بالدستور وفي مواد الدستور موجودة، ولكنه موجود. إحنا نريد نترك الدستور نقول ما نتعامل بالدستور، إذن هناك مشكلة كل كبيرة راح تصير، ولذلك إحنا يجب أن نتعامل بالدستور على ما هو عليه. أكو صلاحيات لحكومة الإقليم، أكو صلاحيات للحكومة الاتحادية، وأكو صلاحيات مشتركة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وهذه محددها الدستور. وفي نفس الوقت أنه إحنا عندنا إذا نختلف في أي مادة دستورية، وهذا وارد جدا، وين نروح؟ نروح للمحكمة الاتحادية، الجهة الوحيدة المسؤولة عن تفسير وإنطاء قرارات في القضايا المختلف عليها دستوريا هي المحكمة الاتحادية. تمام أنه أكو مشاكل، تمام أنه أكو عدم فهم لهذه المادة أو تلك، لكن إحنا عندنا مرجعيتنا اللي هي المحكمة الاتحادية. فإذا ما لجأنا إلى مواد الدستور واختلفنا في هذه المادة ولجأنا للمحكمة الاتحادية فوجدنا الحلول. جيد جدا. أتوجه للسيد النائب سيد شروان دوبرداني ضيفا عزيزا بعد التحية والترحيب مرة ثانية سيادة النائب. كاك شروان، جولة سيد مسرور بارزاني يعني كانت جولة مكوكية،
زيارة للرئاسات الثلاث، زيارة لشخصيات سياسية، زعماء سياسيين. السؤال هنا، ما هو الموقف الكردي اليوم بعد هذه الزيارة المهمة، الزيارة الشاملة؟ يعني اليوم أنتم قيد الانتظار لإيجاد حلول من قبل المركز، أم يعني تتصورون أكو عصا سحرية لحل حالة هاي المشاكل؟ ولو أنه سيد مسرور بارزاني وضع نقطتين وانطى نقطة واحدة يجب حلها ألا وهي رواتب الإقليم، وقال أكو نقطة أخرى ترحل للمستقبل القريب، لكن تتصورون أنه راح تحل حل هاي المشاكل بعد هاي الزيارة؟ تفضل سيادتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ سيف ولمشاهدين ولشيخنا الفاضل سيادة النائب محمد. طبعا أنا بس أعرج على النقطتين اللي تفضل بها سيادة النائب. من اليوم صح المشاكل الحقيقية، يعني التعامل مع بغداد بعقلية المركزية، بعد مرور 20 سنة لازلنا ذاهبون إلى المركزية والسيطرة والهيمنة في بغداد، وعدم تعامل مع إقليم كردستان ككيان مستقل حسب ما جاء في الدستور العراقي، وجميع العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات. يعني لا يمكن اليوم أن نفرق ما بين موظف في الإقليم وفي البصرة وفي الأنبار وفي محافظة نينوى. اليوم عندما تفاجأنا في هذه الموازنة بمسألة أنه نفقات الفعلية وهذا البدعة الجديدة اللي طلعونا هي احنا ما نعرف منين، لان هذا مسألة الثوابت، حقوق الموظفين المتقاعدين، الحماية الاجتماعية، ما له علاقة بنفقات الفعلية اللي موجودة. فالنفقات الفعلية للحكومة، يعني احنا اليوم في الجدول واو الفقرة الرابعة في فقرة الإدارات المحلية تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان 9,298 مليار دينار عراقي شهريا، اذا نقسمها يصير 775 مليار. تمام. اضافه الى مكتوب في الفقره في الماده 12 حصه اقليم كردستان هي 12.67 كباكج واحد. هذا للتعامل موجود ككيان اقليم كردستان. انا اليوم ما اذهب الى التعامل الى اقليم كردستان كمحافظ او كقضاء. نعم هي جزء من العراق، لكن هناك دستور وضح التعامل مثل ما تفضل بسياده النائب، التعامل ما بين الاقليم وما بين حكومه الاتحاد. احنا اليوم عراق اتحادي فدرالي، احنا ما ظل عندنا المركزيه في بغداد. حتى قانون 21 محافظات سنه 2008 تعامل الوزارات في بغداد ونقل الصلاحيات لحد هذا اليوم ما نفذوه كقانون، متمسكين بالمركزيه الموجوده في بغداد. عندما يقول والله ما عندي فلوس وزاره الماليه وما عندي سيوله، هاي مو مشكلة الإقليم أو الموظفين أو مشكلة إنه المشاريع راح تمشي أو ما راح تمشي. واليوم أكو نقطة إيجابية لدولة الرئيس محمد الشيع السوداني، اليوم إحنا أمام انتخابات بعد شهرين وحوالي، إذا اليوم بدأت بإطلاق المشاريع الكبيرة سوف يستغل من قبل أحزاب ومن قبل محافظين، زين ما راح يكون هناك مشاريع خلال شهرين، فما راح يصير نفقات. يعني هل الموظف ينتظر لما الحكومة تنفق لما تنفق؟ ما له علاقة بهذا الموضوع نهائيا. الأمر الآخر اللي ذكره أنه ما نعرف أعداد الموظفين. نعم في السابق قبل 2014 أو 13 كان هناك باكج واحد مثل ما ذكر، لكن اليوم جميع موظفي إقليم كردستان لديهم باركود خاص ولديهم البايومتري، وأيضا مسجل جميعهم في وزارة المالية وفي ديوان الرقابة المالية، وتم تسليم جميع القوائم موظفي إقليم كردستان. وماكو موظف بالإقليم إذا ما عنده باركود في حكومة الاتحادية. المتقاعدين، قوات البيشمركة، الداخلية، هناك دوائر أساسا ارتباطها مركزيا مع حكومة الاتحادية حسب القانون، ارتباطات لوزارة الداخلية، الجنسية، حرس الحدود، المنافذ، هاي كلها ارتباطها مع الحكومة الاتحادية. أرجع على سؤالك، طبعا أكيد يعني زيارات متبادلة جدا ضرورية، أن يكون هناك تفاهم مشترك على مستوى القيادات في حل المشاكل ما بين الحكومة الاتحادية وبغداد. أيضا هناك تفسيرات خاطئة من قبل الحكومة الاتحادية ومن قبل حكومة إقليم كردستان، من ضمنها ما ذكرنا عليه صلاحيات ما بين بغداد وما بين حكومة إقليم كردستان. ننتظر يوم الأحد إن شاء الله تعالى كما وعد دولة الرئيس مع القيادات السياسية. أريد أجيلها هذه النقطة عذرا لمقاطعة جنابك العزيز. يعني سيد مسرور بارزاني أشار إلى جلسة الأحد، جلسة مجلس الوزراء. السؤال هنا، أكو حضور للحل بهذه الجلسة؟ لا بكل تأكيد. اليوم شنو علاقة الحل بهذه الجلسة؟ اليوم فسر لي إياها. الحل يعني إذا الجميع
شنو راح يصير بهاي الجلسة؟ الى الدستور والى القانون، نحن مع الدستور والقانون. اذا جينا على بغداد هم تقول احنا ويا الدستور والقانون بالضبط. وهو قلت لك احنا الآلية والتفسير اللي هسه طلعوا لنا بهاي النفقات الفعلية اللي هو ما له علاقة اساسا، لا احنا هاي ضمن النفقات الفعلية، احنا صارفين 47 تريليون خلال 6 اشهر الاولى، 27 تريليون هي هاي الحاكمة والسيادية، 20 تريليون باقي طلع من عندها فقط حصة الاقليم 12.67. شنو علاقة الموظفين بالنفقات الفعلية؟ نعم إذا مشاريع ما طلقتها أسوة بالمحافظات الباقية خلال الإقليم أيضا، هناك 276 مليار لتنمية الأقاليم في المحافظات الإقليم ما طلقتها أسوة بباقي المحافظات، ما عندنا إشكال. بس الموظف شنو علاقته به؟ الموظف اليوم بده ينتظر شهر الثالث ما مستلم لحد الآن، هسه تجي أنت تقول والله على النفقات الفعلية وحصتكم تريليونين، أنتم صارفين 5 تريليون مستلم فلوس ما نفط. زين 6 أشهر الأولى من شهر الواحد إلى شهر السادس من دفع رواتب أقليم كردستان؟ أليس حكومة أقليم كردستان من إيرادات النفط والداخلية وإضافات المنافذ الحدودية؟ نعم اليوم هناك لجان مشتركة وقبل أيام حضرة كان مصروف لكم تقريبا 500 مليار. لا هي هاي القروض اللي صوت عليها مجلس الوزراء من خلال دولة الرئيس إلى حكومة الإقليم لحين التصويت على الموازنة. صار التصويت على الموازنة راح يصير تسوية بالحسابات. اليوم حكومة الإقليم تطلب حسب الموازنة 1.375 تريليون مليار شهريا يستقطع من عنده ديون التي بي آي والمبالغ اللي تم قرضها من قبل الحكومة بقرار من مجلس الوزراء، احنا ما مختلفين عليها. بس اليوم تفاجأنا بأن لا هاي مو حصتكم، انتم حصتكم فقط 2 تريليون خلال 6 اشهر، تريليون ومع 400 و500 مليار خلال 6 اشهر. يا با شلون حسبتوا والله نفقات مالنا؟ لان احنا 2022 ما عندنا موازنة، عندنا قانون الأمن الغذائي، ده الوزارة المالية ده تعتمد على 1/12 من 22 وإلى تصويت على الموازنة، يعني حوالي سنة ونص احنا ما عندنا موازنة، اعتماد كلها على النفقات 1/12، 1/12 يكثرها رواتب، ما عندنا غير رواتب والمشاريع مال الأمن الغذائي، فهذا اللي مشكلة اللي حصلت اللي جابوا لنا هي من جديد. طبعا بالمناسبة يعني احنا متأكدين، يعني انا شخصيا معظم هاي الأزمات الحالية هي أزمة سياسية، يعني هي ليس أزمة دستورية أو قانونية، يعني هي لا فنية ولا اقتصادية، لا لا مستحيل. احنا اليوم أكثر، نعم هناك ضغوطات إقليمية وداخلية وخلافات كردية داخل الإقليم كردستان، هاي كلها تأثر على الضغط على الحكومة، وحكومة اللي رئيسها هو رئيس الحكومة ونائب رئيس حزب الديمقراطي. ما تعتبرون نفسكم أيضا نقطة ضغط إضافية على السيد رئيس الوزراء؟ وأنتم تدرون أن السيد رئيس الوزراء ويريد حل هذه التفاصيل بكل تأكيد. يعني رجل يعني بكل أمانة دولة الرئيس يعني متفهم جدا، ويعني حتى يريد إيجاد حل ممكن، لكن دائما تطرق إلى هو يعرف أكو هناك ضغوطات سياسية ومتأكد 100%، ويعرف خلال أنه من دا ينطي قروض لحكومة إقليم كردستان دا ينطيها قانونية، مو دا ينطي غير قانون، من وزراء دا يصوتون على القروض، يعني هناك باب قانوني، هناك مستحقات لحكومة إقليم كردستان. لكن احنا نعرف، وهذا طبعا منذ سنوات لأول مرة، يوم أمس جميع الكتل الكردستانية وبتوقيع واحد وبدعم تكامل مع رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان ووفد واحد مع رئيس وزراء اقليم كردستان في المفاوضات وفي زيارات يوم، هذا كانت رساله ايجابيه وجيده وقوه لحكومه اقليم كردستان مقابل الاحزاب السياسيه الموجوده. كان هناك هذا الخلاف السياسي الداخلي ايضا له تاثير سلبي كان خلال عملنا في الفتره السابقه في بغداد، لكن اليوم نتامل انه يوم الاحد ان شاء الله تعالى، والوعود اللي حصلنا عليها انه التصويت راح يصير داخل مجلس الوزراء، اليوم الوزراء متفاهمين اكثر مع اضافه الى دوله الرئيس والقاده السياسيين يوم التقى بهم، راح يكون تصويت لإرسال مبالغ إلى إقليم كردستان تكفي مع إيرادات الداخلية لرواتب الموظفين، إرسال رواتب. لا بس حاليا احنا سعدنا أزمة الرواتب، يعني اليوم راح تكون شهر الثالث، يعني اليوم حقيقة الرواتب اللي راح ترسل كم شهر؟ صحيح 6 شهور هو اللي حد الآن احنا يعني الحكومة الإقليم صارفة لغاية شهر السادس، السابع والثامن والتاسع، ندخل بالتاسع خلال أيام راح تطلق وزارة المالية الاتحادية رواتب موظفي الحكومة الاتحادية، وإقليم كردستان السادس ما مستلمين، فراح يكون انطلاق للمبالغ اللي تصل إلى 800 مليار إضافة للمبالغ الموجودة، لأن حكومة الإقليم مطلوب شهريا حوالي 945 مليار
دينار عراقي فقط هاي رواتب للموظفين، تعرف وزارات وتشغيليه وعندك المصاريف اللي موجوده هاي كلها تترتب على حكومه اقليم كردستان، مو مساله بس رواتب. الى هذا اليوم المشاريع في اقليم كردستان لم تتوقف، من خلال كان تصدير النفط موجود، الايرادات الداخليه، ايرادات المنافذ الحدوديه. لكن اليوم الايجابي بالموضوع زياره وزير داخليه الاقليم الاستاذ ريبر احمد واجتماعه مع بغداد ومع المنافذ ومع لغرض توحيد التعرفه الجمركيه، يكون هناك تنسيق مشترك ما بين الحكومه الاتحاديه واقليم كردستان لغرض غلق جميع الملفات التي هناك شكوك او هناك ملفات خلافيه كانت مع الاتحاد ومع الاقليم. عندنا ايضا مساله الاداره الماليه رقم 6 سنه 2019، هاي ايضا مشكله، يعني حتى وزاره الماليه تتعامل مع المحافظات باسلوب غير قانوني. اليوم بالقانون الماده 29 القانون 6 ايرادات الدوائر الخدميه تعود للمحافظه. لحد هذا اليوم الحكومه الاتحاديه تتعامل بمركزيه، تستقبل وتاخذ جميع المبالغ وتكون ضمن الموازنه، ضمن الموازنه العامه. لكن الماده 29 واضح في قانون 6 لسنه 2019 بان تؤول هذه المبالغ الى 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 المحافظه، و50% من ايرادات المنافذ للمحافظه. البترو دولار الى هذا اليوم هناك مليارات الدنانير تطالب بها البصره والعمار ومحافظات اخرى منتجه للنفط من وزاره الماليه، لا ترسل وزاره الماليه طبعا من افشل الوزارات اللي عندنا اللي تتعامل باسلوب المالي واطلاق التخصيصات المالية هي وزاره الماليه. وزاره الماليه اليوم طبعا اكثر مشاكلنا هي وزاره الماليه. يعني من غير المعقول يقولوا انا ما عندي سيوله اطلقه. يعني هذا الامور يعني حد هذا اليوم ترى الى هذه اللحظه موازنة 2023 لم تطبق، لم ترسل مبالغ التخصيصات المالية كثير من المحافظات. هي خلال أيام القادمة سوف تطلق الرواتب الموظفين وما عندنا غير شيء، هاي نستلمها المبالغ بيع النفط. اليوم النفط عبر 90، زين هاي المبلغ اللي احنا بين 70 و90 وين تروح؟ احنا هسه مطلوبين 152 مليار دولار هناك مديونية للعراق، القروض الداخليه الخارجيه اقليم كردستان غير مشمول بها، المدارس الصينيه الالف بالف حكومه الاقليم ما مشمول بها. يعني معظم هذه الامور اقليم كردستان محروم من عندها. الامن الغذائي ما صرفوا دينار واحد لاقليم كردستان، انتم عندكم تبيعوا النفط وعندكم ايرادات ما نعطيكم شيء. فحتى الموازنات السابقه هناك غوبا عن اقليم كردستان صارت طيب موجود. فاحنا اليوم نتمنى ان يكون هناك تطبيق للدستور والقانون مثل ما ذكر سياده النائب الشيخ، وانه هناك ايضا مرات تفسير الماده الدستوريه والقانونيه يدي اثر على الطرفين. خلي ارجع للسيد صيهود. سياده النائب، يبدو على السيد السوداني انه يريد حلحله الكثير من الملفات، وهذا اللي يعني دائما يتحدث عنه دوله رئيس الوزراء. اسالك وانت صريح، اليوم شنو شكل الضغوط التي تمارس على السيد السوداني لعدم حلحلة أو إبقاء بعض المشاكل والملفات عالقة؟ واحدة من الملفات والمشاكل العالقة هي ما بين المركز والإقليم. تحدث لي عن شكل الضغوط التي تمارس على السيد السوداني. يعني أولا يعني أنا ما أختلف ويا الأخ السيد النائب أن إقليم كردستان هو مو كيان مستقل، لا ما هو جزء من العراق ووفق النظام الفيدرالي. طيب يعني العمل باللامركزيه. طيب يعني لما يقول كيان مستقل فهذا معناه وضع اخر. يعني كانه نتحدث بنظام الكونفدراليه. نظام مستقل ويجي ياتلف مع البلد ويسود النظام الكونفدرالي. يعني دوله مع دوله جار. اي دوله مع دوله. هذا الكيان المستقل. اما النظام الفيدرالي فهي توزيع الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات. دائما في كل مواد الدستور الإقليم والمحافظات، بمعنى أنه ما يسري على البصرة هو يسري على الإقليم في توزيع الصلاحيات وكذلك الموارد. الحديث مرة نتحدث عن حقوقنا كإقليم ونحن نتحدث عن واجباتكم كإقليم، لأنه حقوق وواجبات. ما لك وما عليك، ما أنت تنطيني وأنا أنطيك، فليش إحنا نتحدث فقط ما علينا؟ يعني كحكومة اتحادية تريد من عندي وأنت في نفس الوقت اللي عليك ما جاي تنطي، فهذه مشكلة. يعني أنت من نختلف على
النفط والغاز وكيف ممكن أن نصدره وارداته وشلون تروح، هذه جاي هاي بها نقاط خلافية موجودة يعني حقيقة يعني. وإلا لو كنا إحنا يعني في كحكومة إقليم كنا إحنا متعاملين مع هذا الملف طبيعي أنه وفق ما أقرت الموازنة أنه أنت وارداتك تضع في صندوق تتصرف به الحكومة الاتحادية حساب مصرفي واحد. حساب مصرفي نعم. يمكن هذا الموضوع كان انتهينا من عنده. وفي نفس الوقت يعني الآن المقترحات للحلول في جلسة يوم الأحد القادم هناك حلين مطروحات، أنه أولا زيادة القروض، زيادة القرض حتى يقدرون يعني يغطون رواتب الموظفين، والحل الثاني أنه تعديل المادة القانونية في الموازنة بأنه يكون التعامل مع الموظفين إسوة بموظفي العراق. إذن أكو تقصير من قبل المركز تجاه الإقليم موجودة بالموازنة. حزم من نتحدث عن التقصير، أكو الآن إحنا بنريد نتعامل وفق قانون الموازنة اللي تم التصويت عليه. فإذا ما عدل حتى تنتهي هذا الموضوع، هذا موضوع استراتيجي يصبح أنه في خبر كان أنه بعد ماكو شيء اسمها مشكلة رواتب الموظفين. أنا أستلم راتب في بغداد وفي العمارة وفي باقي المحافظات، وفي نفس الوقت أنا كموظف في أربيل وتهوك وسليمانية أيضا أستلم راتب في حالي حال كل الموظفين. أعتقد أنه هذا راح يتم مناقشته في جلسة يوم الأحد لمجلس الوزراء، وجولة الرئيس الإقليم ونائب رئيس الحكومة، رئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة على الكتل السياسية هي في هذا الصدد. رئيس الحكومة هم حكومة إقليم كردستان يثقون به كثيرا ويعرفون كثيرا أنه هو يريد أن يحل الموضوع وليس في صدد هذه يعني الخلافات. حدث عن سيد مسرور لو سيد السوداني، قصدي الحكومة الإقليم تثق في مسرور. تثق في حلول رئيس الحكومة، ولكن وفق الدستور ووفق القوانين العراقية، وإذا ما تمسكت كل الأطراف فبالتأكيد ستحل هذه القضايا. سيادتنا أبماء ما جاوبتني على سؤالي حول شكل الضغوط، يقال أن هنالك ضغوط على السيد السوداني لإبقاء هذه المشاكل عالقة، من المستفيد لا من لا إبقاء لا لا مثل هيك مشاكل ضغوط عالقة يعني من دون حلحلة؟ يعني أنت تعرف هسه هذه تحديات ربما مرة تكون دولية وتحديات إقليمية لإبقاء العراق سود الفوضى والمشاكل العالقة بين الإقليم والمركز، وهذه تحديات ليست بالجديد. يعني لا يريدون للعراق أن يخطو خطوة للأمام، وهذه تحديات دولية موجودة ومؤامرات كثيرة على هذا البلد. أنا أعتقد أنه إذا ما توفرت الإرادة السياسية للكتل السياسية الداعمة لرئيس وزراء، هذا الضغوط أكو ضغوط أنا أعتقد أنه من الكتل السياسية التي لا تريد لرئيس لشخص رئيس الوزراء أن ينجح، لا تريد لشخص رئيس الوزراء النجاح وهو يخطو خطوات ثابتة وواثقة وخطوات واعدة واستطاع أن يقدم شيء. إحنا كنا في فترة من ما أنه الثقة انعدمت بالسياسيين وبالعملية السياسية، وتجلى ذلك وضوح في الانتخابات الأخيرة عندما يعني نسبة الحضور لم تتجاوز 20% وفي بعض الأحيان 15% و18%. اليوم الخط البياني على الثقة بين الشعب وبين الحكومة وبين السياسيين من خلال الانتخابات والاستعدادات الكبيرة وتحديث البطاقة البايومترية اللي وصلت أكثر من 65% وبعض المناطق وصلت 70%، هذا يعني أن هناك ثقة بين الشعب وبين الحكومة نتيجة للخطوات التي تقوم بها الحكومة في مجال تقديم الخدمات وفي مجال تحسين المستوى المعاشي وفي مجال محاربة الفساد والفاسدين. هذه الخطوات مهمة جدا، ربما لا تريق للبعض أو بعض لا يريد أن تكون هذه الخطوات ناجحة، على اعتبار أنه أنا في قبل أيام أسمع خطاب لأحد الأخوة السياسيين، يعني كان عند لقاء أنه لا يريدون لأي شخص آخر أن يزاحم بعض القادة السياسيين، وكأنه هي قضية نفوذ وإلى آخره. وبالحالة إذا كان هذا التفكير بهذا المستوى
فإذا على أي شخص رئيس وزراء عليه أن يراعي مصالح الكتل السياسية قبل مصلحة البلد، وهذا ما أوصلنا إليه الآن من التخلف الكثير في الخدمات. هذا وين موجود داخل قوى الإطار لوين؟ أنا ما أريد أتحدث يعني بشكل خاص، وإنما واضح تماما أنه الخطوات المهمة الواثقة الواعدة لرئيس وزراء التي يقوم بها في جميع هذه المجالات لا تروق للكثيرين، وبالنتيجة أنهم يمارسون الضغط بطريقة أو بأخرى لا تتم هذه العملية تحسين وتقديم الخدمات والمستوى المعاشي بل وحتى محاربة الفاسدين. سيادة النائب، يعني مجلس نواب، سلطة قضائية، قوى سياسية، رموز سياسية، خلي أقول أحزاب، كتل، من بعد 2003 إلى اليوم وأنت متمرس بهذه العملية، مو حديث، مو سياسي جديد، هل من المعقول أنه ما حلت هذه الإشكالات العالقة ما بين المركز والإقليم؟ حتى نقول أنه اليوم الزيارة الأخيرة إلى بغداد أنه نتأمل خير وراح تجي عصا سحرية وتحلحل هذه المشاكل. والله في هذه النقطة اللي تتحدث بها ليس فقط المشاكل بين الإقليم والمركز، إنما أتحدث لك بشكل عام. طيب، يبدو أنه هذا الطبقة من السياسيين من 2003 وإلى حد الآن اللي قادت البلد تعودت على نمط معين من العلاقة فيما بينها أولا، ونمط معين من التعامل مع الحكومة. لا يوجد في ثقافتها ولا يوجد في فلسفتها شيء اسمه المصلحة العامة، إنما يوجد في ثقافتها المصالح الشخصية، مصلحة حزب ومصلحة شخص، وطريقة التعامل اللي هي أطلق فيما بينهم سميت بالتوافقات، والتوافقات في تقديري معناها اتفاقيات، والاتفاقيات معناها صفقات. وكنت أتمنى أن هذه المصطلح التوافقات أو الاتفاقيات أو الصفقات كنت أتمنى يعني لا تنجر على المؤسسة التشريعية اللي هي تعتبر يعني مؤسسة أعلى سلطة تشريعية وفي نظام ديمقراطي. يبدو أنه حتى هذه الطريقة من الاتفاقيات والتوافقات واللي هي بين قوسين الصفقات حتى على مستوى مجلس النواب يريد يجروها، وكان واضح يعني في شوف وصلنا إلى أنه رؤسات اللجان اللي هو أساس عمل مجلس النواب هو اللجان، وبالنتيجة أنه رئيس اللجنة أو نائب رئيس اللجنة عندما يأتي يجب أن يكون في مواصفات معينة لكي يستطيع أن ينهض باللجنة حتى ننهض وين بالنتيجة في مجلس النواب، لكنه يصرون على تحت هذا العنوان. وإحنا قبل يومين أو ثلاثة أيام كانت عندنا بعض الممارسة الديمقراطية اللي إحنا ردنا أن نقود اللجنة إلى انتخابات، ويصرون على التوافقات اللي يريدون يأتون بشخصيات معينة غير مؤهلة لقيادة اللجنة، وبالنتيجة ينعكس سلبا وين على عمل مجلس النواب، وهذا يعني أن هناك صفقات التي هي تعني التوافقات. خلي أرجع للسيد نائب سيد شروان دوبرداني. سيادة النائب، يعني عندما تقرأ المشاكل ما بين المركز والإقليم، يعني أول ما يتصدر المشهد المواقع الإلكترونية الخبرية وإلى آخره رسالة الإقليم إلى الرئيس الأمريكي بسبب الضائقة الاقتصادية اللي يتعرض لها الإقليم، بالإضافة إلى يقال إنه وسائل إعلام كردية مثلا بدأت تذكر عنوان أنه كركوك المحتلة وإلى آخره. سؤالنا، هذا دليل نفاد الصبر الكردي؟ ماذا بعد ذلك بفرضية بقاء الحال على ما هو عليه، أو حلول بسيطة، حلول تمشينا لأيام إلى الأمام؟ ما هو موقفكم؟ لا، الموقف واضح اليوم، أحد ما ينكر وجود تأثير أمريكي إيراني دولي إقليمي في على القرار أو على الساسة في العراق، هذا ليس وليدة اليوم. فاليوم احنا كنا أمل بدولة الرئيس محمد الشيع السوداني، ودائما في اجتماعاتنا يذكر يعني فخامة الرئيس مسعود بارزاني دعم الكامل لدولة الرئيس، يعرف النوايا الحقيقية والصادقة تجاه الإقليم وتجاه الشعب العراقي مثل ما ذكر سيادة النائب. يعني اليوم لو نعطيه شوية مجال
ويرفعون عنه الضغط موجودين، فثق معظم المشاكل مع الاقليم حتى ما راح تبقى، يعني هو جاء بتنفيذ. واعتقد قبل ايام كان في لقاء مع بعض الاعلاميين كان واضح وصريح بان انتم وقعتوا وانتم اتفقتوا وانتم كملتوا، زين اليوم ما تنفذون التوافقات اللي صار، يعني التوافقات اللي صار بتشكيل حكومه رئيس محمد الشيعة السوداني والأحزاب السياسية في ائتلاف إدارة الدولة كلهم وقعوا على هاي النقاط اللي موجودة. اليوم ما دام وقعتوا احترموا التوقيع، احترموا الاتفاقات اللي موجودة، وانطوا مجال الرجال خلي ينفذ ستيب باي ستيب مرحلة مرحلة. من غير معقول أنت اليوم أنا أجي أتفق على اتفاقات سياسية وقادة قاعدين ومن ناحية ثانية أضغط عليه وأقول لا تنفذ الاتفاقات الموجودة وتنصل من الاتفاقات الموجودة. فهناك حقيقة تخوف، تخوف من الإقليم بعدم تطبيق الاتفاقات اللي موقعة من قبل القادة السياسيين وعلى رأسهم كان بإشراف أو متابعة. ومن الإيجابيات اللي لمسته من تعفو كان أيضا زميلنا في دورة سابقة من رئيس مجلس الوزراء أنه كان يتابع شخصيا قبل التصويت على حكومته وبرنامجه، يتابع على كل الخلافات اللي موجودة ما بين الإقليم وما بين السنة ما بين الشيعة، أنه كيفية وآلية معالجة تلك المشاكل الموجودة والتفاهمات الموجودة. كان هو نفسه يحضر في كل اجتماع في كل لقاءات حتى يصل إلى إنهاء تلك المشاكل الموجودة. حكومة الإقليم أنت كون مكانة حكومة الإقليم راح ندخل في شهر الثالث والشعب كامل تعرف هذا يأثر على الاقتصاد، يأثر على المدارس، يأثر احنا بداية دوام طلبة، يعني ثلاثة شهور انت شعب كامل اكثر من 6 مليون ما مستلمين رواتب مع هذا الظرف الصعب والامور الاقتصادية الصعبة اللي موجود. فكيف راح تنظر على هذا الموضوع؟ انت اليوم دا تفرق ما بين موظف في محافظة عراقية وبين محافظة عراقية اخرى وتعاقبوا على خلافات سياسية، أو هناك دولة إقليمية تدخل، أو هناك خلافات سياسية داخل الإقليم بين أحزاب سياسية تكون جزء من هذا الخلاف. فهذا اللي يخليك أن تلجأ أن الطالب المجتمع الدولي طالب شنو؟ بصراحة يعني أنا أمون على الإخوة الأكراد وأمون على الإخوة العرب، بحس الإقليم يقول أنا يعني بقدم كل الالتزامات اللي عليه بطريقة الدستورية والقانونية، بغداد تقول أنا مقدم كل مستحقات الإقليم، مقدم الالتزامات اللي عليها بالطريقة الدستورية والقانونية. اليوم المواطن شو يعتمد؟ سواء عربي مشاهد سواء من الأخوة الأكراد منتظر، شو يعتمد المواطن؟ مو احنا هذا الكلام اللي دا نقول أن اليوم المادة القانونية أنه حصة الإقليم المادة 12 والجدول، يعني احنا اليوم مع احترامي لأحد زملاء النواب ما نذكر اسمه يقول لحد اليوم الأخوة الأكراد ما عرفوا ما فهموا الموازنة، يعني بس تفهم الموازنة احنا ما نفهم الموازنة، يعني هالكلام يعني شنو ما نفهم الموازنة؟ احنا نفهم الموازنة حصة إقليم كردستان باكج واحد، هناك جدول تم التصويت على الجدول، شنو انت ما تعترف بالجدول ما تعترف بالموازنة؟ يقول هاي الموازنة هي اساسا هي التخطيطية. شنو هي التخطيطية؟ لا احنا اشهر الدولة حوالي 6 أشهر او اكثر لما دزت الموازنة وشهرين لجنة المالية الليل مع النهار تجتمع وإحنا 3 أيام قاعد نسهر للصبح وتالي يطلع موازنة ما لها قيمة تخطيطية، يعني ما في شلون يتكلمون دا يعني يروجون أفكار إحنا ما متعودين عليها. هذا جهل عدم دراية ما أعرف إحنا مستغربين. يعني أنا أتحدث مع نائب كيف ترى مثل هكذا نائب؟ أنت عضو مجلس نواب وصالك الدورة الثانية تكلم هذا الأسلوب، والله هاي التخطيطية شنو التخطيطية؟ زين إحنا ليش صوتنا على الجدول؟ ليش صوتنا على مادة الفقرة فقرة؟ شنو هي التخطيطية؟ فهاي مو واقعية هاي التخطيطية، وهذا شلون تخطيط؟ لعد ما لازم كان ولا الحكومة هم ما لازم ولا شو اسمه هاي يجيب المليارات، فهذا الأسلوب والتعامل معه جدا صعب أنت اليوم تفهم معه. فأنت اليوم تفصل يعني انت شلون تقبل هالساعه؟ ما يحتاج له احنا هالشوشره وهالزيارات واللقاءات. يا اخوان تعال ديوان رقابه الماليه قبل شهر اقل من شهر كانوا في اقليم كردستان وكان زيارات مستمره ولقاءات وطلعوا على كل الايرادات الموجوده والقوائم، واشاد ديوان رقابه الماليه الاتحاديه بديوان رقابه في اقليم كردستان اثناء استضافتهم في اللجنه الماليه. فهذه الامور كلها دا يقدمها حكومة إقليم كردستان. احنا ما نقول حكومة إقليم كردستان هي مثالية 100% ماكو عليها تقصير او ماكو عليها التزامات، لا بالعكس هناك، لكن هي مو تجي بليلة وحدة وضحاها ان اليوم نجي من حكومة
اقليم كردستان تعودت على سيستم على نظام وباكج واحد تستلم الى السياسه الحاليه، بعض نرجع على سياسه المركزيه والسيطره وهيمنه الحكومه المركزيه وليس الاتحاديه الفدراليه على كل شيء في اقليم كردستان. اليوم دستور فيصل، القوانين موجوده، نقعد نتفاهم، انت ارسل قوت الناس والموظفين الموجودين عايشين على هذا الرواتب، عود تعال اقعد، الاقليم موجود، الموظفين موجودين، قاعدة البيانات موجوده، عندنا المنافذ الحدوديه، نعم هناك تهريب، نعم مثل ما موجود في جنوب العراق وسط العراق تهريب، في اقليم كردستان اكو مثل ما اكو، هاي مساله في كل العراق. يعني اذا يهرب الجنوب يهرب الاقليم؟ لا قصدي يعني هم يتهمون الاقليم بالتهريب، يعني اقول نفس ما موجود تهريب في الوسط والجنوب في كل العراق، مساله التهريب ما حد ما يقدر يسيطر عليها في بس بنسب مختلفه. نسب مختلفه، كل منه حسب حجمه، فاحنا اليوم هاي موجوده، الفساد في كل العراق مستشري، اليوم مخدرات في كل العراق مستشري، فهذا الموضوع موجود لكن في نسب مختلفة هناك. أنا اليوم تحاسبني على 17%، تعال نحاسبك على 3%، ياهو النسبة أكبر، هذا له هذا أكبر، نشوف الوضع في الإقليم كردستان ياهم أفضل، إقليم كردستان من إعمار من بناء من تطور من شوارع بنية تحتية لمحافظات الباقي، الظروف اللي صار بالإقليم، الحرب على داعش، زين هل من معقول أنت ترسل سنة كامل رواتب لموظفيه تحت سيطرة داعش وتسلم المليارات بداعش وزع رواتب وما تعطي رواتب مال إقليم كردستان وتقطع رواتب أيام الحرب على داعش أكثر من 1000 كيلومتر البيشمركه يقاتل الارهاب وتقطع رواتب مالتهم؟ سياده النائب المهم هاي الامور كلها يرادون حاليا معالجه، ورئيس الوزراء بكل امانه جاد يعني في انهاء هذا المشاكل، لو بس الاخوان شوي ينطوا مجال ويرفعون الضغط عنه يقول يابا لك الصلاحيه واحنا اتفقنا معاهم واحنا وقعنا وياك على حل هاي المشاكل حتى نكمل اتفاقات الباقيه اللي احنا عندنا نفط والغاز، عندنا اتفاقيه السنجار، عندنا الماده 140، هاي كلهم واقعين عليها، اذا احنا بعد رواتب موظفين صار لنا سنه ما حليناها، شو راح نحل مشاكل الباقيه؟ كاك شيروان خوشي بسمر سياده النائب، ماذا سيحدث لو تم رفض المقترح من رئاسة الوزراء لا سمح الله؟ نتحدث الأمر أيضا عن وجود ضغوط مثل ما ذكرت الآن. لا أنا ما أعتقد راح ينرفض، يعني اليوم القادة ودولة الرئيس هم أيضا هم يعني يحسون بمعاناة أهلهم وشعبهم في إقليم كردستان بالتصويت على رفع القرض إلى 800 مليار لغرض إكمال رواتب الموظفين من ضمن الإيرادات الداخلية للإقليم اللي حوالي صار أكثر من 300 مليار، يعني قلت لك هي 945 مليار فقط هاي رواتب الموظفين، حتى اليوم ويستمر الزيارات واللجان بعملها حتى نستكمل بعض الأمور الفنية والإدارية بين الجانبين، وأكيد هناك خطوات إيجابية من قبل الاتحادية أيضا من قبل إقليم كردستان، وهذا ما نلمسه احنا كفي داخل مجلس النواب اللجان اللي تتصل من الإقليم، هناك كلام إيجابي من قبل الأمر الديواني اللي شكله دولة الرئيس وإضافة إلى الوفد إقليم كردستان. سيادة النائب السيد صيهود، جميع مخرجات اللقاء اللي أجراها السيد مسرور بارزاني في بغداد مع الزعامات السياسية أكدت على حل الأزمة، تمام. يعني ما قعد مع شخصية سياسية إلا وانتهت الجلسة بالاتفاق على حل الأزمة. السؤال من وجهة نظرك وأتحدث مع السياسي، راح يكون الحل حسب الدستور، راح نرجع لنفس المربع لو يكون الحل سياسي، شو تشوف من وجهة نظرك؟ يعني أنا بس قبل هالشيء يعني أنا أدعو الكتل السياسية بصراحة أن لا تجعل من النظام الديمقراطي كفر لتحقيق ما يسمى بالاتفاقيات أو التوافقات أو الاتفاقات هاي الاتفاقات السياسية. لا هاي جوها خطين لازم تفسرها طبعا ايه؟ لأنه أنا أشوف أنه كثير من الاتفاقيات وحتى آخرها الاتفاقية الأخيرة أو الورقة السياسية الموقعة داخل ائتلاف إدارة الدولة أي طبعا ايه؟ أنا أشوف أنه يراد منعها إحراج رئيس الوزراء لأنه انطبقت هو في وضع محرج واللي ما طبقته في وضع محرج. الله الله الله. طبعا فقد تكون يعني فخ بصراحة هذه التوافقات السياسية اللي دائما تكون بعيدة عن الدستور هي اللي جاي تسبب لنا مشاكل، مرة تكون تمشي ومرة تكون مقصودة. شلون راح يتعامل مع هالورقة العادية؟ لا يقدر يطبقها ولا يقدر ولا يقدر ما يطبقها، شلون راح يتعامل معها؟ يعني وهذه هي هو هذا اللي جاي يصير، يعني هذا الخطأ الكبير احتادينا عليه. يعني احنا كل سنه في تشكيل الحكومه انه تنزل ورقه متفق عليها ويباوع عليها رئيس الوزراء يشوفها صعبه،
فأغلبيتهم ما طبقوها، وبالنتيجة قالوا أنه إحنا المصداقية انفقدت وأنه ماكو ثقة بشخص رئيس الوزراء. مع محمد الشياع القضية تفرق، لأنه الرجل صادق في التعامل، وهو قال يعني هذه اتفاقية سياسية موقعة من فاللي مشاها هو في وضع محرج جدا، لأنه الاتفاقية خارج كل السياقات، خارج حتى سياقات العقل والمنطق في بعض الأحيان. الله طبعا الله. واللي ما طبقها أيضا قالوا المصداقية انفقدت. فإذا عندنا إحنا مشكلة في التعامل مع الأحداث، لما نريد نقول الدستور ونقول القوانين العراقية يعني ما جاي تطبق. في هذا الموضوع يعني الزيارة الأخيرة قبل لا تجاوبني على سؤالي، الله يرحم والديك شيخ، خارج سياقات العقل والمنطق تتحدث عن ورقة اتفاق سياسي. طيب هاي شو راح يتم التعامل معها؟ يعني معناها اليوم السير إلى الأمام بطريق معبد بالألغام، هاي شو راح اتعامل معها؟ ولذلك شو راح امشي الحال؟ لذلك انا وصفت انه حركه رئيس الوزراء في ظل هكذا اتفاقيه مثل شخص يمشي على الغام، حقل مال الغام ما يعرف شو وقت يطق عليه اللغم. هالشكل جاي يصير. اللي جاي يصير ارجع شويه للذاكره، انه ماكو حكومه شكلت اذا مو بورقه. تمام، ورقة اتفاق سياسي، ورقة اتفاق كل الحكومات، لكنه كل رؤساء الحكومات اللي اجوا شمروها نص الوصف، انشمرت كل الاوراق، ما تطبق من عتلي، يطبق من عتلي بالامكان يعني تطبيقه، بس على ارض الواقع ما يطبق من عتشي، لانه هي اصلا خارج سياق العقل والمنطق والتطبيق. ليش يستقبلها رئيس وزراء اذا هي خارج سياق العقل؟ يعني على اساس انه الحكومه ما راح تتشكل اذا مو كون يوافقون على هذه الورقه. المسألة تختلف وين؟ تختلف في أنه الرجل صادق، يعني طالما عنده ورقة فهذه الورقة كون تطبق. فلما بدأ في خطوة واحدة من تطبيقها شاف نفسه أنه هو وضع في موقف محرج جدا، ووصلت إلى حد الدماء مثلا في كركوك. إذن هذا السبحان الله راح يسوي؟ فإذا يعني أنا أشبهها بأنه هذه الورقة مثل الفخ موضوع لرئيس الوزراء، بأنه أنت ما عليك إلا أن تمشي وفق ما نحن نريد، مو موافق ما أنت تريد. وهنا هذه مسألة يعني مشكلة كبيرة. هذه نرجع لسؤالنا، هذا موضوع حلقة كامل طبعا. خلاص أنا مستعد. متشرف. سيادة النائب، تحدثت لك أنه الحل راح يكون، ذكرت لك بالسؤال، أرجع عيد السؤال، أنه السيد مسرور برزاني قعد مع جميع الشخصيات السياسية، كانت نتائج الجلسات. هسه إحنا ما حاضرين، لكن اللي يعني نسمع وحسب مجلساتي أنه جميع مخرجات الجلسات واللقاءات كانت إيجابية تذهب باتجاه الحل. طيب إذا قلنا الحل دستوري ما سوينا شيء، لأن يعني الإقليم يتحدث عن حل دستوري وبغداد يتحدث عن حل دستوري. إذا قلنا الحل السياسي، شنو شكل الحل السياسي؟ الحل الدستوري أنه طرح رئيس الوزراء على رئيس الحكومة السيد مسرور أنه هم أيضا يساعدون الحكومة في الحلول وفق القانون وفق الدستور، وعليهم أن، وهم فعلا ذهبوا إلى كل رؤساء الكتل السياسية على اعتبار أنه رؤساء الكتل السياسية عندهم وزراء، وراح ماشيين باتجاه حلول دستورية اللي هي أولا موضوع القروض، قرض لتمشية أمور الموظفين، هذه واحد. والحل الثاني أنه كون موظفين الإقليم، ويصار تعديل في الموازنة، قانون الموازنة، أن موظفي الإقليم يصبحون حالهم حال الموظفين العراقيين في تقاضي رواتبهم ووفق سلم رواتب موحد، اللي أبو البصرة، أبو تهوك، أبو أربيل. وأعتقد أنه هذا الحل هو الذي سيمشي، وهو دستوري وهو قانوني. تسريبات تقول فيما يخص تمشية الحال، أقصد القروض، أنه سيد مسرور بارزاني رافض لمقترح القروض، يقول لك أنا أريد حل جذري. هو هذا حل جذري، الحل الجذري، القرض ما يعتبر حل جذري. لا، الحل الجذري الثاني، المقترح الثاني اللي هو مكمل للأول، الأول مؤقت والثاني دائمي. سيادة النائب، تعليقك فيما يخص القروض، أكو موافقة كردية على هذه المقترحات لو شنو؟
طبعا هو القرض اساسا مو دستوري. يعني انت اليوم تعطي قرض لحكومه الاقليم عن طريق مصرف الرشيد والرافدين وبها فوائد طبعا هذا مو من البنك المركزي، اكيد انت تنطي لتمويل تعويضات رواتب للموظفين. لا هو قرض هو ما له علاقه بالدستور، يعني انا اطلب قرض احل مشكله بيها، فهو لا هو دستوري لا مو دستوري، هو قرض انا اريد احل المشكله مؤقتا. تمام شيخ، بس انت من محتاج قرض لشيء يعني خلينا نقول ثاني وليس شيء اساسي كرواتب موظفين تعتبر غير دستوري، لان هذا من مستحقاتهم، يعني مستحق الموظف ان اليوم ياخذ حقوقه. فالرفض الحكومه، لان انا ذكرت لك احنا اليوم داخل الموازنه من صوتنا على البنود الموازنه وصوتنا على الجداول اللي موجوده المرفقه بها اللي ذكر بها الجدول واو الفقره الرابعه تمويل رواتب اقليم كردستان واضحه 9 تريليون و298 الف مليار، فهذا يتطلب انه الحكومه تمول الاتحاديه وزاره الماليه تمول الرشيد والرافدين بمستحقات الموظفين. في حاجة أنه إذا حكومة الإقليم أو أي محافظة أخرى بحاجة إلى تمويل إضافي لمشروع لأمر ما أنه يقترض من البنك، هاي أمر آخر من صلاحية مجلس الوزراء، بس أني أمول حكومة الإقليم أو أي حكومة أخرى محلية لتسديد مستحقات رواتب الموظفين، اعتقد هذا غير دستوري ولا غير قانوني. فاحنا المطلوب انه على الاقل المستحقات او القروض اللي تروح للاقليم حتى تصير بعدين التسويه مع مستحقات اقليم كردستان اللي هي تجاوزت ال 16 تريليون وحوالي 450 مليار حسب ما صوتنا على حصة اقليم كردستان من 198 تريليون اللي بالغ 12.67 من موازنة الحكومة الاتحادية. عاد جماعة التخطيطية ما تخطيطية ما صوتنا، لحنا هاي المشاريع كلها صوتنا عليها والبنود صوتنا عليها والفقرات والجداول وضفنا عشرات الآلاف الموظفين وصل أكثر من 250 ألف موظف 150 ألف عقود حاليا، شلون يصير تخطيطية؟ أنا ما أفتهم. من المتنصل الآن؟ طبعا الحكومة الاتحادية، وهناك أيضا التزامات مقابلة من حكومة إقليم كردستان. حكومة إقليم كردستان من خلال الوفود واللجان الموجودة وزيارة ديوان رقابة المالية إلى إقليم كردستان ذاهبون إلى الحل بإشراف دولة الرئيس وأمر الديوان اللي شكله دولة الرئيس محمد الشيعة السوداني لحل مثل ما تفضل الشيخ. لكن اليوم نعم هناك ضغوطات سياسية، احنا ما ننكر أن الخلافات الداخلية في إقليم كردستان كان لها تأثير على العلاقة مع الحكومة الاتحادية وعلى الضغط على الحكومة إقليم كردستان من خلال الخلافات السياسية وأيضا أقليمية. نائب شروان دوبرداني أنا أشكرك الشكر الجزيل، شكرا جزيلا لك مرة ثانية. نائب محمد الصيهوت شكرا جزيلا لك شيخ، شكرا لك مرة ثانية أيضا. شكرا لكم مشاهدينا الأكارم لحسن إصغائكم والمشاهدة، إلى اللقاء.